بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم الدرس متاعنا ان شاء الله باش نحاولوا نقوموا باخراج الكهرباء من الارقام الالكترونيه هذيا. كما تعرفوا هما لات، هما في حقيقه الامر لات، لكن قاموا بوضعهم بهذا الشكل للحصول على ارقام. معناها هما يقوموا بدور اللات في نفس الوقت. كما تعرفوا هالأرقام هذوما معناها نلقاهم في عديد من القطع الإلكترونية، نلقاهم في التلفاز وفي الثلاجة وفي المكيفات وفي عديد من القطع. كما تعرفوا هذايا ريسبتور، ونلقاو فيه فهمني هالأرقام الإلكترونية هذيا. إن شاء الله باش نقوموا بنزع هالأرقام هذوما من البورد هذيا، من الكارت هذيا، ونقوموا بقياس إن شاء الله الكهرباء اللي نتحصلوا عليه كي نحطوها معناها مباشرة لأشعة الشمس أو الضوء. معناها كي نسلطوا عليها الضوء معناها نتحصلوا على كهرباء. وإن شاء الله نكملوا الفيديو مع بعضنا إن شاء الله. كما تشوفوا معايا لنا قمنا بنزع الأرقام الإلكترونية هذه من البوردة من الكارتة. كما تشاهدوا معايا لنا هذوما هما الأرقام هذه، وكما قلنا في أول الفيديو لكل خط هو لات، هو لمبة لات. في كل خط هذاك يتسمى لمبة لات. كما تشوفوا معايا لنا كما تلاحظوا قمت بإبعاد السالب على الموجب، خاطر ينجم يكون هذا السالب ويكون هذا الموجب، ويكون العكس بالعكس يكون هذا الموجب وهذا السالب. معناها قمت بابعادهم، نجم نقولوا يكونوا هذوما الكل سالب ويكونوا هذوما الكل موجب. كما تشاهدوا معايا لهنا في عدد اللادات، معناها كل رقم فيه سبعة، معناها حسابيا تكون 14 28. هنا ما عنديش 28 سلك، كما تشوفوا فيهم هنا 12 سلك عندي. معناها الحساب الصحيح، معناها الحساب معناها الصحيح انه تكون معناها فما اسلاك تمر على العديد من اللدات. معناها ينجم يكون سلك واحد وهو قاعد يمر على ثلاثة او اربع لدات. كما تشوفوا معي لهنا باش تلاحظوا العملية كيف عملناها، خيرنا ان نقوم بابعاد اسلاك الموجب وابعاد اسلاك السالب. باش نقوموا هنا بالقياس ان شاء الله، نجيبوا معنا المتريكس اللي هي فولت متر، ونقوموا بوضعها على 2 فولت كما تشوفوا معايا على 2 فولت، ونقوموا بالقياس. كما تشاهدوا معايا لهنا كما قلنا ينجم يكون هذا السالب وينجم يكون في نفس الوقت هذاك الموجب، فهمتي؟ ينجم يكون العكس بالعكس. كما تشوفوا لنا قمنا بأبعاد الأسلاك، وباش نقوموا بالقياس. كما تشوفوا لنا معايا عملية القياس، كما تشوفوا هذيك أشعتاتنا تكون أكثر في الضوء إن شاء الله، باش تعطي أكثر إن شاء الله فولتاج. حطوا لنا الموجب، حطوا هنا السالب، شوفوا معايا هذاك الفولتاج، وباش نحاولوا نحطوها في مكان فيه الشمس باش تشوفوا أكثر إن شاء الله. حولنا الى مكان فيه الشمس كما تشوفوا معايا لهنا، باش نقوموا ان شاء الله بعمليه القياس. كما تعرفوا لهنا نحطوا هنا، باش نضع هنا الموجب، باش نضع هنا ان شاء الله السالب، ونقوم بعمليه القياس. كما تلاحظوا معايا هذا الموجب وهذا السالب. كما باش تلاحظوا معايا الكهرباء اللي باش نتحصلوا عليها، كما تشوفوا فيها هذه الكهرباء اللي تحصلنا عليها. كما تشوفوا فيها لنا 1.5، نجم نقولوا 1.5 فولت، 1 فولت ونصف كما تشوفوا لنا معايا. كما قلنا لنا يكون السلك هذايا يمر على العديد من اللدات. كما تشوفوا معايا لنا يمر على العديد من اللدات. هذا هو السلك، تغيير قليلا باش
إنشاءته السلك يمشي هكا يمر على العديد من اللدات كما تلاحظوا معايا. فما هنا فما اللي يمر على لد 2 3 4 أربع لدات، على أربع لدات يمر. نكملوا إن شاء الله عملية القياس مع بعضنا. شوفوا هنا هذا قلنا يكون يا إما الموجب وإما السالب. نقوم بقياس سلك آخر كما تلاحظوا معايا قد أعطانا هذاك الفولتاج اللي أعطاه لنا. كما تشوفوا هنا نقوم بالتغطية، شوفوا هنا ما فيهاش حد، كما تشوفوا قمنا بتغطيتها، هذاك هو الفولتاج. كي نقوم بالكشف على ضوء الشمس يعطينا 1.5 فولت. معناها إن شاء الله نتحصلوا على فولت كبير من هذه اللوحة للأرقام الإلكترونية. كما تشوفوا هنالك سلك 2 3 4 5 6 7 8 8 أسلاك، معناها النجمو تحصلوا عليها على كهرباء كبير إن شاء الله. ونكملوا التجربة مع بعضنا. كما لاحظتوا معايا معناها الفولتاج اللي تحصلنا عليه معناها من سلكين متاع الليد. عندنا زادة هنا أرقام إلكترونية أخرى، وفي نفس الوقت معناها الليدات هذوما يتحركوا، معناها يتحركوا ما عادش يوليوا شغالين، معناها ما عادش يشتغلوا. معناها كما تشوفوا معايا تنجموا تشوفوا الطريقة، معناها النجم يكونوا هذوما الاثنين فني شغالين، معناها شغالة، والحبة هذه ماهيش شغالة. كما تشوفوا معايا لنا لو قمنا بعملية القياس نتحصلوا على حد شيء، نتحصلوا على أصفار. كما تشوفوا معايا نتحصلوا على أصفار، تشوفوا في الأصفار، ونجم يكونوا هذوما الاثنين شغالين بالطريقة هذه. كما قلت لكم لنا نعملوا السالب والموجب، قوموا بالأبعاد بأبعاد الأسلاك. كما تلاحظوا معايا لنا يكون فما كهرباء. ما تشوفوا لنا قمنا بالتغطية، تشوفوا ما عادش فما حد شيء. قمنا بكشف لضوء الشمس نتحصل على الفولتاج. كما قلت لكم تكون فما حبة منهم فمني معناها بازت، معناها ماش فمني شغالة، معناها في أغلب الأحيان يقوموا بتغيير الأرقام هذه، تباع معناها في محلات القطاع الغيار، معناها قطاع إلكترونية، معناها تتحصل عليها. كما قلنا ليذوما يكونوا لدات في أول الفيديو، كما فهمتكم يكونوا من لات، معناها ثمني تنجم تكون معناها نفس الطريقة، هذه لات وهذه زادة لات، هي بيدها معناها نفسها. كان نقوموا بالتجربة للقياس، تو تلاحظوا معايا كي نقوم بتركيب حبتين من اللات هكا بالطريقة هذه ونقوم بالقياس كيف نتحصل على الكهرباء. كما تشوفوا معايا لهنا إن شاء الله قوموا بالقياس مش تفهموا اللي هذوكم راهم الأرقام راهم معناها لمبات متاع الليد، ما همش معناها حاجة أخرى. كما تشاهدوا معايا الكهرباء ذاك اللي تحصلنا عليه من الليد، كما تشوفوا هنا نقوموا بالتغطية ما عادش فما حد شيء، هنا يكون التغطية. كما نقوموا هنا بوضعها فوق على إشعة الشمس، ما تشوفوا نتحصلوا على الفولتاج هذايا. معناها باش فهمتكم اللي هذوما معناها يكونوا لدات كيما نفس الشيء مع هذوما. كان حاولنا نقيسوا على لمبة عادية، معناها فهمني لمبة بالحرارة هذيا، ما تشوفوا منتحصلوا على حد شيء لأنها ماهيش لمبة لات. ما تشوفوا لهنا منتحصلوا على حد شيء، على حتى شيء، معناها ما فما حتى شيء لأنها ماهيش لمبة لات. كما تلاحظوا معايا معناها ما فما حد شيء، معناها نتحصلوا على الكهرباء كان من تكون اللمبة ليت بهذه فهمني هذا الشكل أو بهذا الشكل. وإن شاء الله في فيديو قادم باش نكتشفوا الطريقة اللي كيفاش باش نعملوا معناها ربط ما بين الأسلاك باش نتحصلوا على فولتاج يكون أكبر، ونحاولوا بالطريقة هذه إن شاء الله باش نكتشفوا مع بعضنا. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله وفي أمان الله.